اهلا وصباح الخير عليكم مشاهدين شوف تي في في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء اللي دائما معكم في هذه الجولات. كنا في الجولات الليليه دابا في الجولات الصباحيه. كيف ما كتشوفوا معنا باش كنشوفوا عاوتاني الاجواء الصباحيه فاش كترجع يعني حركه السير الطبيعه ديالها. فقط كنطلبوا من المواطنين انهم يلتزموا وياخذوا حيطه والحذر لان الفيروس كيقوى في هذه الايام وكيف ما كتشوفوا عدد ديال الضحايا ديالو كثروا بزاف بزاف بزاف. كنتمنوا من ربي يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله في هذا الصباح هذا باش ترجع الحياه للطبيعه ديالها. وهذا الشيء كيبغي منا المزيد من يعني المزيد من العمل والحيطه والحذر ونلتزموا بالتدابير الوقائيه. صباح الخير خويا رشيد، صباح النور خويا احمد، صباحكم مبروك، صباحكم مبروك كذلك خويا هشام. ويا خويا رشيد الازبال راه في احياء شعبيه راه باغ شوفي ما مشيش تشرع عادي ولفناه. نهارك مبروك الاخت فاطمه وصباحك مبروك، صباحك مبروك وصباح مبروك للجميع اخي قادري. صباح الخير عليك خويا هشام من مدينة تارودات وتحية كبيرة للناس ديال تارودات الناس الزوينين. تحية ليك من الدار البيضاء الأخت الأخ كرم، تحية من الدار البيضاء وتحية للناس ديال إيطاليا الجالية ديال إيطاليا كاملين. إلى بلاصة في إيطاليا أخي. صباح النور عليك الاخت زهره وصباح صباح الخير على الناس ديال اسبانيا كاملين من الدار البيضاء، صباحكم مبروك. عبد كبير كيقول لنا صباح الخير صباحكم مبروك، صباحكم مبروك خويا. في اخويا رشيد صاحب النظافه راه تهلكوا، راه الشعب حتى هو مسكين راه بزاف، راه صاحب النظافه خويا رشيد راه كيبقاو خدامين بالليل مساكن كاملين. حنا اللي كنكونوا خدامين بالليل وكنشوفهم مساكن كيشطبوا وكيجمعوا والشعب الله يهديه الله يهديه الله يهديه باقا ما عندوش ديك الثقافه ديال لوح الزبل يعني في المكان ديالو. يعني كيف ما كتشوفوا معنا كيكونوا طوارو نقيين محطوطين ما كاين حتى شي واحد كيلوح فيهم الزبل. هذا الشيء ما نهضروش على المونك اللي عندنا اصلا في الطوارو، اصلا عندنا مونك كبير. يعني كتلقى في المدينه كتلقى طارو خصك تضرب عليه مسافه باش تمشي تلوح الزبل. يعني داك الشيء ما منظمش ما مديرينش لي بوبال كل بلاصه وكل لي سباس مثلا كل 100 متر كاين واحد شي بوبال عاد كاينين طاروات كبار في واحد البلاصه اللي كيجمعوا فيهم الزبل. حنا لا كيف ما كتشوف حنا غاديين دابا انت بين لي دابا شي بتي بوبال ولا مثلا شي طارو ما يبانش لك. دونك الناس خصها تزيد من عندها. هذا الشيء ما هذا ما كيخليناش زعما لما كانوش مسؤولين يعني دايرين الخدمه ديالهم. حنا كشعب ما خصناش حنا نمشيو معاهم في هذيك الشيء ديالهم. دونك واخا نعرفوا نضربوا المسافه باش نحطوا الزبل كنحطوه في البلايص ديالو. الله يدير شي تاويل ديال الخير والله ديما خلق فهاد الصباح وصافي هادشي اللي كاين. وي الصحراء نقية تبارك الله، الصحراء راه زوينة ونقية وفيها البشر قليل، أي بلاصة فيها البشر قليل تلقاها نقية شوية، كازا راه عليها ضغط كبير بزاف. صباح الخير خويا كال، صباح النور خويا ماني، أم بنين، صباح النور، صباح النور وتحية ليك وتحية للناس ديال تطوان كاملين. صباح الخير خويا خالد، السلام عليكم، صباح الخير عليكم جميع خويا حسن.
الله بأبيد أخويا هشام، الله بأبيد، الله يرفع علينا الوباء، علينا وعلى جميع المسلمين. صباح الخير أنور. خويا محمد حنايا في الدار البيضاء، صباح الخير عليك وتحية الكبيرة. حنا في الدار البيضاء في منطقة سباتة. خويا فخور، السلام خويا. وراه كاين فرق اخويا ما بين ستراسبورغ و كاين فرق بطبيعة الحال. صباح الخير، صباح الخير اخويا سفيان، صباح النور عليك خويا نبيل من خنيفرة، وتحية الناس ديال خنيفرة، وتحية الناس كاملين ديال المدن ديال كازا كاملة، من طاج من عفوا ديال المغرب كامل، من طنجة للقويرة. تحية لك كذلك أخي الجميل، نصبحكم مبروك كاملين، والله يحد الباس والله يرفع هذا الوباء إن شاء الله في هذا الصباح هذا. متفق معك خويا سعيد، لي كارشي بوبيلار كاع لي كارشي بوبيلار كتلقى فيهم مولكي، راه ماشي للدرجه ديالنا حنا خويا سعيد، حنا راه بزاف، حنا راه بزاف، حنا راه ماشي توب دو توب. صباح الخير ابو يوسف. صباح الخير على خويا وسيم، سلام الله عليك كذلك اخت ملكة، اللهم امين اخي رشيد، الله يديم خلقه صافي. صباح الخير، صباح الخير خويا الطاهر، صباح النور اخت حوريه، صباحك مبروك. صباح ما كاينش النعاس خويا عمر، صباح النور عليك، تحيه كبيره عليك. صباح الخير خويا محسن، تبارك الله على الناس ديال تشيزنيت خويا ابراهيم، الناس زوينين ديال تشيزنيت. صباح الخير عليك اخت هند، هند تحيه من فاس الحسين وحوريه، تحيه من فاس، وتحيه لك من تحيه لجميع الناس ديال فاس من الدار البيضاء. تبارك الله على خويا جمال عليكم. صباح الخير من الدار البيضاء، وصباح الخير الناس ديال مدريد والناس ديال اسبانيا. وي كازا عامره، كازا دابا ملي كتحرك الوقت عاوتاني صافي، ملي كيبدا الحظر التجوال كيحيد كتبدا الدنيا عامره عاوتاني. صباح الخير عليك اختي الجميله، صباح الورد. لا ما كايناش الشتا، كاين شويه البرد خويا هشام. الناس خدامين مساكن، الناس كيضربوا على التمر على راسهم، حنا دابا كنتواجدوا حدا السوق ديال الجمله ديال الخضره والفواكه، كاينين مساكن الناس كيضربوا تمر على راسهم، كيفيقوا بكري باش كيحروا داك طرف الخبز باش كيجيبوا لوليداتهم. يعني الحياه ما سهلاش، الحياه كفاح، خاص الانسان يكافح وينوض ويضرب تماره. البلاديه هذه ما عندنا ما نديرو، الله يدير شي تاول ديال الخير، الله يسهل على كل واحد فيق في هذا الصباح غادي يخرج يجيب لوليداته شو ياكلوا، الله يسهل ليه الامور والله يقضي ليه غراضه. صباح الخير عليكم. كذلك اجواء جميله تبارك الله. بونجور، ميرسي بوكو، بونجور ني ا توا اوسي الاخت سهيله. تحياتي لك اخ سليمان من دار البيضاء، صباح الخير عليكم، صباح الخير عليكم كاملين، كنشكركم على التفاعل ديالكم.
خويا راه كاين النمره تقدر تعيط ان شاء الله، ولا كان ممكن يقدموا لك المساعده علاش لا. مرحبا خويا. وبهذا مشاهدين شوف تيفي غنيو هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء، صباحكم مبروك ونتمنى لكم الخير ان شاء الله في حياتكم، ونتمنى من ربي يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله وترجع الحياه للطبيعه ديالها. ودائما نطلب من المواطنين اللي ياخذوا الحيطه والحذر ديالهم ويديروا المعقمات ديالهم ويحافظوا على المسافه التباعد ديالهم، وما نساوش ان شاء الله دائما الدعوات 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 باش ربي يرفع البلاء. صباحكم مبروك والله يسهل عليكم، دمتم في رعايه الله والى اللقاء. تبارك الله عليكم.